أنا في لوفر أبو ظبي. لوفر زي ما أنتوا عارفين هذا أول فرع خارج باريس. بالنسبة للقطع الفنية والتحف اللي موجودة داخل هذا المتحف، بعضها يدور ما بين باريس ويرجع لأبو ظبي، وفي بعض القطع النادرة والثمينة ما راح تقدروا تشوفونها إلا هنا في المتحف. المتحف عبارة عن 55 مبنى منفصل، 23 منها قاعات عرض، ولا يسرقكم الوقت والتأمل عن إنكم تاخذون صور تذكارية، لأن هالشيء مسموح بأغلب قاعات المتحف. بما أن كثير من الدول العربية أعلنت نيتها أن تدخل المناهج الفلسفة والفنون للمناهج الدراسية، فأنا أشوف فرصة جداً مهمة أنكم تزورون المتحف قبل لا تزور اللوفر، عشان لا تضيع وقت وتمشي وتوه وتضيع بين القاعات. تقدر تأخذ فكرة مبدئية عن أهم المقتنيات اللي أنت حاب أنك تزورها وتقدر أنك توصل لها.